صباح الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا في برنامج هي الصبح على قناة هي، أول قناة مصرية وعربية بتهتم بكل شؤون المرأة. برحب بكم مرة تانية، هكون معاكم يوميا من 11 ل 12. طبعا حلقة جديدة من برنامج هي الصبح وأخبار جديدة ومختلفة. خلينا نبدأ موضوعاتنا النهاردة بموضوع زيارة السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي للمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا والبرمجيات، واللي كان معاها في الزيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والوزارة قالت بيان إن هي سعيدة جدا بالزيارة دي، لأن هي بتمثل تعاون متميز بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر اللي بتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبتشهد مصر طبعا حدث مهم زي ده، وجود السيدة جيل اللي زارت الفترة اللي فاتت عدد من الأماكن بعد زفاف ولي عهد الأردن زي الأهرامات، وأخدت صور هناك كتير. كان هدف الزيارة دعم الشباب في جميع أنحاء العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة. تاني موضوع معنا النهاردة إن هيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت إن الأيام اللي جاية هتكون برضو كلها تراب ورياح وارتفاع في درجات الحرارة، وطلبت من الناس إن هي قبل ما تنزل من البيت تتابع أحوال الجو والطقس أول بأول، علشان لو في تراب أو ريح يفضلوا متواجدين في البيت. وطبعا انا بنصح بقى اي ست ناويه تنظف ما تقومش تنظف دلوقتي، تاجل لحد لما موجه التراب دي تروح عشان تعبها ما يروحش على الفاضي. ما تيجي نتكلم شويه في الكوره. جمهور الاهلي قاعد متوتر جدا على اعصابه. يوم الاحد الجاي ان شاء الله هو مباراه الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وده بعد ما شفنا يوم الاحد اللي فات فوز الاهلي على الوداد بنتيجه 2-1، وبكده الأهلي محتاج يتعادل علشان يضمن البطولة 11 ليه في تاريخه. واحنا طبعا كلنا بنتمنى الفوز والتوفيق للأهلي. وبما أننا بنتكلم في الكرة، خلينا كده نقول حاجة ظريفة على السوشيال ميديا. في ترند حصل على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، والبطلة بتاعته كانت كيم كارداشيان، اللي دايما بتعمل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب لبسها اللي بتلبسه أو حتى علاقاتها. المرة دي كانت في الكرة، الناس بتقول لها دايما أنت أدمك فقر أو وشك نحس، بسبب ان هي اي فريق كوره بتشجعه بيخسر. باختصار القصه، هي كانت بتشجع فريق روما الايطالي في الدوري الاوروبي، على طول اخر ماتش اللي هي تابعته ليه خسر. سيبنا بقى من فريق روما، سافرت فرنسا عشان تحضر ماتش باريس سان جيرمان، برضو الفريق خسر. فبقت دلوقتي ما بتشوفش الماتشات في الاستاد، تقعد في البيت، بس برضو طبعا الجمهور برضو مش سايبها، بياخد لها صور من الماتش ويحطها لها ويقول لها هو الفريق اللي انت بتشجعيه برضو خسر. خلونا دلوقتي نروح لتفاصيل فقراتنا النهارده، واللي هينورونا في الاستوديو خبيره التغذيه دكتور لمياء القمحاوي، وصوفيا اسلام اول بنت بتعلم البنات سواقه الموتوسيكلات. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.